آخر سؤال، واحد بيقول ليه المنتقبة تكشف وشها في الحج أو في العمرة؟ إيه الحكمة؟ ليه؟ واي؟ سؤال مشروع. هو السائل فاته شيء، نهي المحرمة عن لبس النقاب والقفازين لا يعني إلزامها بوجوب كشف وجهها وكشف يديها، بل يعني أنها لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين، ويشرع لها تغطيتهما بما سوى ذلك إن كانت ممن يتدين بوجوب ستر الوجه والكفين، كأن تسدل خمار رأسها على وجهها إذا مر بها رجال أجانب، أو تغطي يدها بالعباءة مثلا إذا مر بها رجال أجانب. كما أن المحرم من الرجال لا يلبس السراويل، صح؟ المحرم يلبس، معنى كده أن خلي العورة مكشوفة ماشي من غير لباس حول الكعبة، غير متصور يكون هذا هو، يعني هو المراد النبوي. كما أن المحرم من الرجال لا يلبس القميص والسراويل، لكن يشرع له تغطية بدنه بغير السراويل كالرداء والإزار. ولهذا قال أهل العلم وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل، لعل الحكمة في قدر مشترك بين الرجال والنساء كأن كود شرعي في ملابس المحرم، لا تلبس ما فصل على قدر البدن أو على قدر عضو منه، هذا عام في الرجل وخاص في الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، في قدر مشترك، كود في الإحرام مشترك بين الرجال والنساء، بس في النساء فقط الوجه والكفين، وفي الرجال الجسم كله، ما تلبس أي حاجة مفصلة، لا فلنة ولا سروال ولا لباس ولا ثوب ولا ثقية ولا عمامة ولا كذا، كله لا، لكن تغطيها بأشياء أخرى لا بأس. وقد روي أن عائشة رضي الله عنها تقول إن النساء كن يسترن وجوههن إذا مر الركبان قريبا عن قريبا منهن،